عندنا بقى النقطه الثانيه واللي هو السؤال الوجيه، هو انتوا ليه بتقولوا الاهلي ما بيروحش يلعب في الاسماعيليه؟ اقول لك انا ليه بيتقال كده. لما نسمع الحاج عامر حسين في الفيديو اللي هنعرضه عليكم ده هنعرف ان بالعكس مش القصه ان الاهلي والاسماعيلي نتيجه مشكله ما بيلعبوا في برج العرب فالاثنين في كفه واحده او الاثنين ما عندهمش تضرر. لا، هنسمع الفيديو وتركزوا في الكلام عشان نعرف ان ليه الاهلي هو اللي متضرر. نطلع ونشوف الفيديو. لان انا بقول لحضرتك احنا لو كنا عايزين نطبق اللائحه حرفيا ونزل النادي الاسماعيلي وطبقا للائحه ما فيش ملامه على النادي الاهلي ولا علينا، كنت هقول للاسماعيلي هات لي انت موافقه الامن، وانا عارف ان هو مش هيجيب موافقه الامن على الاهلي، او هات لي ملعب بديل، فكان هو هيلعب في القاهره ومش هيلعب المباراه الثانيه في الاسماعيليه. يا جماعه التصريح ده ناس كتيره جدا بتتجاهله، وكل اللي بيتكلم في الموضوع بيتجاهله. بمعنى ايه؟ هو ايه قصه اصلا نقل المباراه؟ قصه نقل المباراه ان على النادي ان هو يجيب خطاب امني بالموافقه على اللعب على استاد معين ونتيجتها تقام المباراه. طيب النادي الاهلي يقدر يتحصل على موافقه امنيه ان هو يلاعب النادي الاسماعيلي في القاهره، ولكن نتيجة الإسماعيلي أو نتيجة أمور حدثت هناك نادي الإسماعيلي مش هيقدر يجيب موافقة أمنية على إقامة مباراة الأهلي في الإسماعيلية. إذن لو النادي الأهلي تمسك هنا بموقفه وإن أنا جبت الخطاب الأمني، الأهلي حقه إن هو يلاعب الإسماعيلي في القاهرة، والإسماعيلي ما يعرفش يلعبه في الإسماعيلية فيروح يلعب في برج العرب أو أي مكان تاني، زي ما بيلاعب المصري في برج العرب نتيجه موضوع هم ملوش علاقه بالاهلي خالص، له علاقه انه ما عرفش يجيب الموافقه الامنيه ما بينه وما بين النادي المصري فبيلعبوا في برج العرب. ولكن النادي الاهلي هنا مش بيجامل، لا، النادي الاهلي بيتساهل عشان الامور يكون فيها فعلا فير بلاي. فانا زي ما الاسماعيلي هيلاعبني مش هيقدر يلعب على ملعبه، لا انا كمان موافق اروح العب في برج العرب. فليه ما حدش بيقول ده؟ ان النادي الاهلي بالعكس هو اللي بيسعى لتكافؤ الفرص، ولا حد هيقول، كله هيقول الزاويه اللي انت عايزك تشوفها بس، ليه الاهلي ما بيروحش الاسماعيليه؟ بقيه الكلام مش هيتقال. يعني السؤال المفترض يتقال هو ليه الاسماعيلي بيلعب المقاولين والزمالك وانديه القاهره في القاهره وما بيلعبش النادي الاهلي في القاهره؟ ليه ما بيطرحش السؤال بالشكل ده؟ فده النقطه الاولى، قلنا المحافظات وجبنا بالورقه والقلم الموقف ازاي. النقطه الثانيه اتكلمنا عن السؤال الاهلي ليه ما بيلعبش الاسماعيليه وجبناها بالورقه والقلم وكمان تصريحات الحاج عامر حسين، واعتقد محدش يقدر ينسب اي تصريحات لجهه امنيه الا لما يكون معاه مستند بذلك. النقطه الثالثه بقى هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، هي فكره محدش يقول لي مفيش دواعي امنيه. البعض بيفهم من فكره الموافقه على الملعب من عدم الموافقه مرتبط بحضور جماهيري من عدم حضور جماهيري، وده فهم انا اسف ان انا اقول خاطئ، ملوش علاقه اطلاقا بفكرة حضور جماهيري من عدم حضور جماهيري، وده مش كلامنا، كلام هنطرحه من ضمن مواقف كتيرة جدا مشابهة. لكن أنا عندي موقف بيؤكد على أن الدواعي الأمنية والخطابات الأمنية قادرة على أنها تغير مباراة فرق وتنقلها من محافظة لمحافظة. حتى نادي الزمالك مع جنريسيون كان فيه موقف، واعتقد الموقف ده وصل لاعاده مباراه بعد تغيير موعد المباراه وفريق جنريسيون. مش دي قضيتنا خالص، قضيتنا ان كان التغيير بناء على الدواعي الامنيه، فانت ازاي بتقبل دواعي امنيه على النادي الاهلي ومش قابلها على نادي الزمالك؟ ده فارس ده جنريسيون الخبر. بس مش ده بس اللي معانا، الموافقه الامنيه سبب نقل مباراه الزمالك وجنريسيون، بس اصلا برضو في الدوري مباراه الزمالك واف سي مصر بسبب عدم اقامتها على بترو سبورت، تغيير الملعب. نعرض بقى يا جماعه بعد اذنكم الخطاب ده عشان في نص مهم جدا نقف عنده. هنا بيتقال ايه؟ الحق اللي كتبنا بتاريخ كذا كذا الى اخره. هنا بقى ايه؟ ايماء لكتاب وزاره الداخليه رقم كذا بتاريخ كذا بشان عدم الموافقه على اي مباراه طرفيها الاهلي والزمالك على استاد بترو سبورت بالمقارنه جهاز الرياضه العسكري الى اخره. لا 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 مش لازم، لا لحظه لازم نركز في دي، على استادات بترو سبورت المقاولين العرب جهاز الرياضه العسكري الكليه الحربيه وكذا المباريات الفاصله وذات الحساسيه بناء عليه تم تغيير الملعب. هنا ما كانش في جماهير. ما هو هنا يا اسامه ده اللي احنا قلناه في الاول، ليه؟ عشان زي ما احنا اتفقنا ان انت
ممكن تقول رأيك فيما يخص شيء يقبل الرأي، إنما يا جماعة في حاجة اسمها المسؤولية الإعلامية، وإنت طالع على شاشة كضيف أو مقدم برامج، عارف إن في شيء ممكن تبدي فيه وجهات نظر، وفي شيء ما ينفعش تبدي فيه وجهة نظر، لأن إنت هنا ما فيش وجهة نظر، هنا في قرار أمني بأشياء إنت لا تعلمها وما عندكش خلفيتها، فلما تطلع على شاشة وتقول ما فيش حاجة أصلاً اسمها دواعي أو موافقات أمنية، فانت لا، انت اولا بتضغط على الناس، ثانيا بتعمل شحن عند الجمهور. فبعد اذنكم يا جماعه، لو انت عايز مشاهدات، عايز فرقعه، عايز تضايق الاهلي، عايز الاسلوب اللي احنا عارفينه ده كله يكون في نطاق ان انت فاهم بتتكلم في ايه كويس قوي. وثالثا كمان بتشكك في من يديرون المسابقه، تشكيك واضح جدا ان هم بيرتكنوا لفكرة الأمن فقط لا غير، وأعتقد ده يعني شيء غير مستحب بالمرة وغير مقبول يكون على الشاشات. الأهم من كل ده إن برضو الكابتن عايز فاطمة نصار ما راحش للدواء الأمنية بس، ما راحش لفكرة هي ليه بعض المباريات بتتغير وبتتبدل لمصلحة فرق ضد مصلحة فرق. بمعنى لو النادي الأهلي من مصلحته إن هو ما يروحش مباراة معينة، فأكيد لن يقبل أبدا أو يسمح بفكرة تبديل مباراة مكان مباراة ويستغل الموقف أمنيا. نادي الزمالك حصل معاه وقعة الموسم الماضي مباريات وتبديل مباريات، الكابتن عفت ما شافهاش. لكن تعالى حتى وانت بتتكلم دلوقتي في مشكلة عند نادي الزمالك في الملاعب اللي اختارها يلعبها في القاهرة ان هي تكون جاهزة في بداية الدوري، ففي دلوقتي اتصالات بين فريق الزمالك وفريق انبي، مسؤول الزمالك ومسؤول انبي اعلن عنها مسؤول في نادي انبي. تعالوا نطلع نشوف الفيديو عشان نرجع نعقب على النقطه دي. كلام فعلا الزمالك طالب يعني تبديل الماتش؟ لا، هو مفيش حاجه رسمي لحد دلوقتي ظهرت في الموضوع ده. يعني يعني كلام كله متبادل كده من على بعد. ولكن اعتقد يعني ان مجلس اداره نادي انبي مش هيتاخر عن موافقته ان في حاله نادي الزمالك يطلب استبدال المباراه حلا لمشكله ملعبه. يعني مفيش مشاكل لو الزمالك طلب حضراتكم موافقين؟ لا لا، ان شاء الله مجلس الاداره هيوافق، والجهاز الفني بقياده الكابتن حلمي ان شاء الله موافق. وهتبقى يعني مبادره طيبه مننا لنادي الزمالك. اما اذا كان بقى هناك راي اخر فاعتقد ان اللوائح اللي بتحكمنا في ظروف انتقال المباراه لمباراه بعد نزول الجدول او قبل نزول الجدول او توقيتها امتى او قبل المباراه بقد ايه، الحاجات دي بقى بتتعرض على عن طريق اللوائح. صح يا فندم، صح. اعتقد يعني ده شان يعني خاص بنادي الزمالك ونادي انبي، والامور كويسه جدا وما عندهمش مشكله جدا ان هم يحلوا ازمه، فريق انبي يحل ازمه لفريق نادي الزمالك. احنا واحنا بنتكلم عن الموسم الماضي اتكلمنا عن مباريات لعبها الزمالك في اسكندريه، نفس الموقف ده بالظبط بس اتكرر بشكل مختلف لما الزمالك واجه فريق في اسكندريه، فريق غزل المحله، برغم ان المفترض الزمالك يلعب في القاهره بس عشان كان في فاصل 72 ساعه بين مباراه الزمالك والاتحاد واحنا عاملين معسكر في اسكندريه، فهاتوا لنا يا جماعه المحله نلعبه في اسكندريه. ده كان بيحصل وبتحسب كمان اتحسبت، برغم ان هي من اجل مصلحه نادي الزمالك واراحه نادي الزمالك اتحسبت ان الزمالك لعب خمس مباريات في اسكندريه زيه زي النادي الاهلي. ده توضيح للصوره اللي مستحيل كابتن عفت نصار ياخد باله منها اطلاقا. ولكن عندنا واقعه بقى تخص النادي الاهلي يا فارس. ده انا هاخد من المحل واقعه اي عاقل لما يبص لها هيعرف ان النادي الاهلي عنده نسق وعنده حاله فريده، لو حطينا أندية تانية مكانه صعب تعملها وهتفكر بشكل براجماتي بحت. الأهلي ما بيعملش كده. نفس لما قلنا لكم إن النادي الأهلي بيتعامل طالما الإسماعيلي مش هيقدر يجيب موافقة أمنية على ملعبه، فبالتالي أنا كمان مباراتي فير إن هي تبقى على استاد برج العرب، تعالى أكد لك إن ده منهج. نادي المحلة كان استاد غزل المحلة في بعض الاشتراطات الأمنية اللي مفترض تجهز فيه عشان الأهلي يقدر يلعبه هناك. الاشتراطات دي ما جهزتش. ايه اللي حصل؟ طبيعي هنا لو انت هتفكر بشكل براجماتي النادي الاهلي يقول لك لا انا ماليش علاقه، انا لا سعيت لده ولكن وضع الملعب ما يسمحش، اذا انا هلعب المباراه خارج المحله وتستفيد، لان احنا عارفين ان استاد المحله بيكون له وضع معين. لا، الاهلي ما عملش كده. تعالوا نشوف قرار اتحاد الكره نفسه كان بيقول ايه. إلى النادي الاهلي وغزل المحله تحيه طيبه، الموضوع اقامه مباراه الاهلي وغزل المحله
باستاد السلام وي. ليه بقت في استاد السلام وي بدون جمهور في الدوري العام؟ الحاقا للكتاب رقم كذا بتاريخ كذا بشأن جدول مباريات الدوري العام القسم الأول موسم 2021 بدون جمهور، يرجى الإحاطة بأنه حتى الآن لم تصل الموافقة الأمنية على ملعب غزل المحلة، ونظرا لانتهاء المدة المحددة لنادي غزل المحلة للحصول على الموافقة الأمنية، اللي حصل مش المباراة بقى خلاص هتلعب في أي استاد تاني، لا، قرر بناء على موافقة الفريقين تبديل مباراتي الأهلي وغزل المحلة لتكون مباراة الدور الأول هي مباراة الأهلي، ومباراة الدور الثاني هي مباراة غزل المحلة، واتلعبت المباراة ما بين الأهلي والمحلة في الجمعة 18/12/2020 على استاد السلام. طب عملنا إيه بقى احنا كده؟ أتحنا للمحلة أنه يلعب الدور الثاني على ملعبه وملعبش المباراتين في القاهرة، ورحنا لعبنا في المحلة في شهر مايو. اللي حصل الأهلي خسر المباراة لأن كان في وقت مضغوط طبعا، ولكن أنت ما تخلتش عن مبدأ عندك، راجع موقف الإسماعيلي وراجع ده، وراجع كابتن صالح سليم اللي تضامن قبل كده مع الإسماعيلي في أنه يلعب مباراة نهائي كاس مصر في التوقيت اللي جمهوره يقدر يروح المباراة. النادي الأهلي عمره ما كان بيبص لاستغلال الظرف، وده نسق واضح ما اتسق مع النادي الاهلي. يمكن اكيد كابتن عفت نصار ما يعرفوش. اخيرا في الحته بتاعه المحله نطلع ونشوف مشرف نادي غزل المحله استاذ حسام عزو كان قال ايه عن موقف النادي الاهلي. تشرح لنا قصه مباراتكم مع النادي الاهلي. تمام يا فندم. هو الوضع بالظبط، احنا كان يوم ماتش الاهلي كانت لجنه المسابقات مستعجلانا على التحرير الامني، للاسف كان الشرطات الامنيه مش كامله. أيوة. فتواصلنا مع النادي الاهلي ولجنه المسابقات واتفقنا ان شاء الله يبقى الدور الاول في الاهلي والدور الثاني عندنا ان شاء الله، وبالفعل وافقوا الحمد لله. يعني النادي الاهلي لم يطلب تغيير مكان المباراه؟ لا يا فندم، لا خالص، بالعكس. احنا اللي طلبنا، يعني احنا كنادي غزل المحلة حضرتك اللي طلبنا ان احنا نلعب الماتش الاول في القاهره، والاهلي ما تاخرش بقى عندنا، والاهلي رحب فعلا بال، لانه كان في غضب جماهير الحقيقه، الناس كانت متخيله النادي الاهلي ضغط عشان كده. لا يا فندم، احنا طلعنا وبينت الحقيقه في الموضوع ده كله، اتكلمت في كذا برنامج وبينت الحقيقه كلها ان احنا طلبنا عشان الشرطات الامنيه. طيب والحمد لله كملت دلوقتي، وان شاء الله نعرف ملعبنا ان شاء الله. يعني مباراتك القادمه امام طلائع الجيش باذن الله بكره الجمعه تكون في ملعبك؟ لكن عندنا لجنه امنيه امبارح وخدنا الموافقه يا كابتن الحمد لله. تفخر بالنادي الاهلي اللي كابتن عفت ما يعرفوش، واللي ما بيحسبهاش مكسب وخساره، انما بيحسبها تكافؤ فرص وعدل. بس هل ده بيكون الموقف مع كل الانديه؟ بس انا عايز اكمل نقطه انت ذكرتها ممتازه جدا، هي فكره الكابتن صالح سليم. الكابتن صالح سليم لما اتخذ قرار باللعب في وقت بالنهار والاهلي كان معتاد على اللعب بالليل، خسرنا كاس مصر. النادي الاهلي في 2021 اتخذ قرار من اجل تكافؤ الفرص ومنح فريق غزل المحله احقيه تامه ان هو يلعب مباراته في غزل المحله، الاهلي خسر المباراه بغض النظر عن الاخطاء التحكيميه، ولكن نتيجه المباراه لا يمكن ابدا انها تغير من مبدا النادي الاهلي. لو اتكرر الموقف ده في موسم ثاني ثالث ونعم مع نفس الفريق غزل المحله، قرار النادي الاهلي هيكون الموافقه على طلب فريق غزل المحله، عشان كده ده اسمه النادي الاهلي. لكن وارد جدا تقول ده اجباري، النادي الاهلي وافق لضغوط، وافق لان ده الطبيعي يعني توافق. الحقيقه نفس الموقف ده حصل بين نادي اسوان ونادي الزمالك، وما كانش فيه برضه اشتراطات امنيه لنادي اسوان. مباراه اسوان والزمالك كانت في الجوله التاسعه وكانت في الدور الاول. نادي اسوان طالب بفكره تبديل مباراتي الدور الاول مع الدور الثاني على طريقه الاهلي وغزل المحله، لكن اصطدم نادي اسوان ان نادي الزمالك استخدم حقه. حقه في ايه؟ مشكلتك كنادي اسوان حلها بعيد عني، انا مش هروح لك اسوان، ودي فرصه بالنسبه لي ان انا ما سافرش اسوان، لان لما بسافر اسوان بحقق نتائج سلبيه. فرفض نادي الزمالك، فقرر اتحاد الكره ان يكون المباراه يوم 23 يناير على ملعب بطرس بورت. لما قال مباراه اسوان والزمالك باستاد بطرس بورت، قررت اداره المسابقات بالاتحاد المصري لكره القدم اقامه مباراه اسوان والزمالك المقرر لها الخامسه من مساء السبت 23 يناير الجاري ضمن فعاليات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز باستاد بطرس بورت، بدلا من إقامتها باستاد أسوان. إذن لما الموقف تكرر أو تشابه مع نادي الزمالك حصل إيه؟ حصل نادي الزمالك قال لأ، أنا مش هروح أسوان طالما مفيش اشتراطات أمنية. النادي الأهلي راح غزل المحلة. كابتن عفت نصر هيشوف ده؟ لأ مش هيشوف ده. البعض
خرج وقال بعد مباراة أسوان الموسم الماضي حصل نفس الأزمة عند فريق أسوان، وفريق أسوان طالب، هو اللي طالب يلعب النادي الأهلي في القاهرة لأن كان في أزمة مالية بيتعرض لها فريق أسوان. اللي حصل إيه؟ إن النادي الأهلي وافق خلاص، ده موضوع يخص مصلحة أسوان التواجد. طلع بعض الإعلاميين اتكلموا عن فكرة إن أصل النادي الأهلي دفع إقامة كاملة لفريق أسوان وده ما يصحش، ويا ترى فريق أسوان هيرد الجميل للنادي الأهلي على دفع الإقامة الكاملة. وكان في اتهام واضح وصريح، والغريب إنه معلن على شاشات فضائية إن في مجاملة من النادي الأهلي أو في ديل بين النادي الأهلي ونادي أسوان. فخرج مسؤول في نادي أسوان يتحدث عن الأزمة اللي خلته أو دفعته إن يلعب مباراة الأهلي وأسوان في القاهرة. نطلع نشوف الفيديو عشان نرجع نعقب. النهارده نزل جدول المباريات المتبقية من الدوري بملاعبه بتواريخه، فلقينا ان مباراة أسوان والأهلي ستقام في القاهرة، فهل في كواليس او في اسباب؟ والله يعني مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء احمد سليمان ناقش بعد المباراة اللي فاتت الظروف ان احنا رجعنا لأسوان. للأسف لقينا معظم يعني معظم الهيئات والمؤسسات اللي بنتعامل معاها في خلال وجود الفريق في أسوان صعب، ويعني في 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 يعني صعوبه في التعامل معها، وشايفين ان الامور بتصعب معانا اكتر واكتر. اولا من المشكله اللي حصلت المباراه اللي فاتت واللي اتهمت فيها أسوان ان بتاعه الاداره بالظبط دي ممكن تحصل في ماتش وانت كسبان فيه، مظبوط، يبوظ عليك المباراه. فخاطبته اتحاد الكره قلت له ان احنا هنلعب في القاهره، فاختير ملعب بترو سبورت النهارده من جانبكم. دي مشكله الكهرباء. تمام. الفكره الثانيه المباريات بدون جمهور، بنطلع بره مبارياتنا بره اسوان نلاقي جمهور ونلاقي ناس بتدخل الامور، نيجي في اسوان نلاقي فيه تشديد كانك داخل امتحان ثانويه عامه. ثالث مشكله مشكله الاقامه. أيوة. ان اقامتنا في القاهره ارخص من اقامتنا في اسوان. بالظبط كان في تواصل بين اللي احمد سليمان والكابتن احمد نجاز. تمام. والنهارده استقرينا بعد ما اداره بترو سبورت وافقت ان احنا نخوضها كلهم اربع مباريات يعني. ايوه. وافقوا ان احنا نخوضهم، فاحنا هنخوض باقي مبارياتنا على ممتاز. طيب. ممكن الناس تستغرب ازاي الكابتن مصطفى امين المشرف العام على فريق اسوان يقول الاقامه في القاهره ارخص من الاقامه في اسوان. هو كان وضح طبعا في باقي المداخله ان هو لما يروح اسوان يلعب مباراه وثم ينتقل القاهره يلعب مباراه ثم يعود تاني لاسوان، هي دي بتحدث تكلفه اعلى من فكره ان هو يعمل معسكره في القاهره ويلعب الاربع مباريات في القاهره. فكان قرار اسوان هو البقاء ولعب المباريات في القاهره، وطلب من اسوان ان هو يلعب الاربع مباريات في القاهره بما فيهم مباراه النادي الاهلي. لكن بعض الاعلاميين راحوا لسكه النادي الاهلي فقط لا غير، ومجامله وديل تم بين الاهلي واسوان. في مداخله ثانيه خرج فيها المشرف العام على كره في اسوان وهدد بفكره ان هو سيشتكي هذا مقدم البرامج. طلع مقدم البرامج للاسف لما تهدد اعتذر لنادي اسوان فقط لا غير، برغم ان الاتهام كان يخص الاهلي واسوان، لان لو اسوان قبل ان هو النادي الاهلي يدفع له فلوس الاقامه فبالتاكيد الاهلي متهم بانه بيدفع، ولكن هي دي طبيعه الحال من بعض الاعلاميين اللي بنشوفهم على بعض الشاشات. ولكن الصوره عشان تكون كامله، النادي الاهلي دايما في مصلحه الفرق الاخرى، ودايما فطبعا مصلحته الشخصيه الاول، لكن تكافؤ الفرص النادي الاهلي دايما بيرحب بيه ولا يتعامل ببراجماتيه زي ما قلنا. على فكره لهواة الارشيف نصيحه، تحتفظوا بالفقره دي لانها بترد بكل الطرق على فكره الاهلي ما بيلعبش في الاسماعيليه، ولكن بما ان الكلام كان عن فكره العداله في توزيع المباريات، العداله في توزيع المباريات هو مش عداله بس في اماكن لعب المباريات، هو عداله في اشياء كثيره جدا. عشان كده نشوف ازاي كانت العدالة دي أحيانا بتكون بشكل مختلف بين الأندية على لسان رئيس نادي الزمالك اللي كان بيوصف إزاي اتحاد الكرة كان بيحاول يساعده كفريق مصري، ربما ده ما كانش بيحصل بنفس القدر مع النادي الأهلي. نطلع ونشوف الفيديو. جد المهندس أحمد مجاهد أنا شايفه بالنسبة لنادي الزمالك لم يتأخر في طلب لنادي الزمالك نيابة عن اتحاد الكرة، دي نمرة واحد.
اما بيبقى في مباريات زي اللي كل الناس بتقولها برضو انا احب ابقى واضح وبوضح الحقائق بصرف النظر مين هينبسط ومين مش هينبسط. بس دي حقيقه او فاكت لازم اقولها، ان مثلا في حكايه اما كان في مباريات مضغوطه لنادي الزمالك، لا احنا اتسالنا واحنا بالتالي سالنا المدير الفني بتاعنا وكان رايه ان انا اكمل المباريات. طبعا كل من يعني احترامي للجماهير منقطع النظير، بس هو بيبص لها من وجهه نظره، انما مستر كارتيرون كان بيبص لها من الناحيه الفنيه البحته. هو عايز لعيبته تبقى على نفس المنوال، شايف ان لعيبته ماشيه كويس فعايز يخليهم يكملوا بنفس المستوى، مش عايز يعمل قطعات. ثم بعد ذلك هو حاسس انه هيحط بريشر او ضغط عنيف على الاهلي طول ما هو كسبان منه قبناط كتيره، فبتبقى رؤيه فنيه. انا لابد ان انا احترم الرؤيه الفنيه بتاعت المدير الفني. ما احنا جايبين مدير فني ليه؟ يعني لو انا اللي هدور الكوره وهدور الباسكت، طب خلاص انا انزل ادرب ال 18 لاعب. لا، بنحترم اراء المديرين الفنيين، وباكد لحضرتك علاقتنا كويسه جدا وممتازه والناس بس يعني مش مفروض ان انا ليه احنا بنتكلم في الفيديو ده؟ هنا الموضوع مش شأننا في نادي الزمالك خالص، ولكن شأننا ان في البداية كان مبرر كابتن عفت نصار في الاتهامات اللي اكلها للنادي الاهلي او اتهموا بيها، كان ان اتحاد الكرة وان مفيش دواعي امنية، فبالتالي اتحاد الكرة بيوجه على لسان المسؤولين اهو ان اتحاد الكرة لم يكن يتأخر ابدا، واتحاد الكرة بالتالي لو هو اتحاد الكرة عنده تربص ما كانتش هتكون دي مواقفه. اعتقد ردينا في كل الجزئيات اللي شمالها الكلام، ورسالتي تاني لمقدمي البرامج، من حقك تستضيف اي ضيف، احنا عمرنا ما بنعقب في ده، ولكن في كلام يا جماعه بيخرج خارج اطار المسؤوليه المهنيه والاعلاميه وبيزيد الشحن والتعصب، خصوصا ان هو بلا اي منطق ومجرد كلام مرسل.